حياكم الله شباب. طبعا هاي المنطقة بس هنود، بيها باكستان، بيها شوية يمنيين صوماليين، لكن 80% هنود. هاي بلندن، يعني لو هاي باصات لندن، شوف لو يعني لو مو باصات لندن ما كان صدقوني انه هاي لندن. هسه راح ندخل السنتر وشوف. طبعا هاي على نهاية الشارع يكون شو اسمه كلها للهنود. شوف المحلات مالهم، بس انا ما راح اكمل للاخير، راح الف عليهم، ارد اروح للبيت جاي من الشغل. احنا ماكو انجليزي، اذا يجون هنا انجليزي يجون سياحه، اوروبيين يجون سياحه هنا. هاي اللبس مالهم كله بواحد باوند 2 باوند. هاي الالعاب، طبعا هاي الاسعار عادي بكل فيديو حاضره. هي هاي لندن، هاي طبعا هاي يسوون هاي الزاوية، والله حلوة هاي، والله أنا صايم غير. اشتريت مانجا مثل هاي اللي عندك، اشتريتها هسه، هذا اللبس الهنود 15 باوند. هاي الذهب مال الهنود، نسوان تموتون على الذهب انتو. طبعا اليوم مو كثرة ناس، بس هي دائما المنطقة ازدحام زحمة. شوف هاي اللبس مالهم، هاي البلاستيك، هذا ربهم هنا يبيعوه. هاي البلاستيك محل باكستاني افغاني، اي يمكن اليوم كلها تبيع مانجا مو شو اسمه مثل ما نقول زارع هنا باوروبا وخلي لها فواكه، العفو خلي لها مواد وبروتينات حتى تصير كبيرة. لا طبيعية، عشان نقول مال ديرتنا مال بلدنا مال اهلنا. شوف البلاستيك كله، هذا الوجه الثاني مال لندن. طبعا هنا الناس كلها تعين علي مسوي شعري، ما اريد اشوفكم وياه. راح تشوفون حلقه من الحلقات عن العطور، راح اطلع بيها وراح تشوفون شعري. بس انا ما راح اشوفكم شنو شعري، لكن حلقة من الحلقات راح أصورها عن العطور وأشوفكم شعري. هاي تأكل منه، هاي جاي سيادة تصور مثلي. هاي طبعا هاي تأكل منه، يعني ضروري 4-5 مرات توالية عزكم الله. شو قاعد ترسم له بالشارع؟ هما كون فور مي. هاي الحنة، شوفوا وجه الثاني مال لندن. طبعا هذا المكان مو سياحي، هم الساكنين هنا او هم اللي هنود يجون سياحة. شوفوا المحلات مالهم، بيها مسلمين، بيها جوامع، بيها مساجد. هاي هنا العطور طلع بالنفس، هاي اكيد بيها مساجد، بيها جوامع، بيها معابد مال الهنود. اول مره اشوفهم ذولي يسوون هنا، يقعدون ويرسمون. اول مره، وانا بالعاده اشتغل بالسندر، بس اليوم صارت لي شغله بهالمنطقه قلت خليني اصور لكم. هاي اللبس الراقي شوية، هم يحبون هذا اللبس مالهم. يعني شوفوا حتى الباكستان، هاي شوفوا العمامة، ستقولون احنا وين؟ دولة عربية، وين احنا؟ بالهند، باكستان، ما حد يعرف احنا وين. احنا بلندن يا جماعة. هم من زمان اول ما جابوهم بهاي المنطقة اللي هي قريبة على مطار هيثرو، جابوهم بهالمنطقة وبدت مال الحرب العالمية الأولى أعتقد والثانية، اللي هم حاربوا بيهم. يعني هم الجيل الثالث هنا الهنود بلندن أو بريطانيا، الجيل الثالث. شوف
تشوفها مال اطفال حلوه، يعني كانت اطفال حلوه. هذا الذهب البرازيلي هارد اسحب فلوس، محتاج كاش. هذا اشتري شغله بالكاش، دقيقه افصل وارجع لكم ولا اعلمكم شلون تروحوا تسحبون فلوس لويدز بنك. طبعا ما يباعون عليه، متفاجئين الناس. انا العفو انا اصورهم. شوف هاي مال الرسم مال الحنه يرسمون على العيد على الايد، حلوه هاي الشغله والله. زين شفتهم، اخاف اتزوج بالمستقبل ما اجيب زوجتي منه، خليني قاعد بالشارع ساعه حتى ترتب وضعها ترتب ايدها. صريفه على ما ابو هناد. هذا المعبد مالهم هنا، هذا معبد، واكو بعد قدام معبد شكبرى، هاي مواهب الهندية. طبعا ها منها كلها بعد منها، اكو بعد سنتر وهذا السنتر الثاني. اريد اعبر منها لانه الباص ما راح يجي منا بعد شوية. طبعا اغلب المطاعم اللي جربتها هنا ما توالمني، رسمت مرض بس اكلها. هذا طب اعشاب، هذا الاعشاب، هاي التليفونات بعد ما حد يستخدمها خلاص، هيش بس خاليها. هذه الطياره هناك، مطار هيثرو قد وراها ورا المنطقه. هذا افغاني اعتقد، ها وهنا مسجد فوق، فوق مسجد. يعني هنا منطقة مختلطة كل الديانات. هاي جاء الباص مالتي، حصعد فوق واصور ان شاء الله، حصل فرصة اصعد فوق واصور. هاي الاقمشة، ساعدت بالباص فوق جواي السائق. هذا مطعم بالباص مسوي حلال. هذا معبد ما صور للشيوخ، بس بعد قدامنا فد معبدين او ثلاثة. محطة جديدة اسمها إلازابيث، عفوا إلازابيث لاين، اسمها ساثورن حتى بالهندي مكتوبة. شفتوا هناك معبد الهنود ومسجد وكنيسة، جميع الديانات هنا موجودة. هذا معبد اعتقد، ما دام مسيجي يمكن معبد. بيت فور
هذا هنا معبد شوفوا بس الأرض عدم تدين هيجي بوس الأرض هو ماشي وبعد بهذا الاتجاه معبدين هذا معبد بس ما راح اقدر اتصور لكم عادي لانه صار وراني واعتقد هذا هم معبد وهذا مسجد هذا مسجد طلعنا من السنتر وهاي تقريبا هي ايضا الهم الاحياء اغلبها سكانها هنود شوف كلمة لا اله الا الله موجود كل شيء هنا حرية التدين موجودة عندنا أكثر من باقي المدن الأوروبية وأنتم مثل ما شفتوا الناس كنيسة ومعبد هندوسي ومسجد بمنطقة واحدة طبعا هتكون اللي هنا نهاية الفيديو إن شاء الله الفيديو ما عجبكم ما ندري بيكون ما عجبكم الفيديو بس حبيت أصور لكم الوجه الثاني مال لندن شكرا جزيلا لحسن الاستماع نشوفكم فيديو ثاني ولا تنسى تكتب لي تعليق واضغط لايك واشترك بالقناة مع السلامة ها بس خل اشوفكم هذا المعبد اللي هنا دقيقة هذا هو المعبد